معرض للفن التشكيلي في نواكشوط تنظمه شابة موريتانية للتحسيس حول ظاهرة الاغتصاب التي تتعرض لها عشرة الفتيات في موريتانيا. تحاول الشابة متو من خلال 15 لوحة فنية لفت انتباه الرأي العام حول جرائم الاغتصاب وإظهار آثاره السلبية على النساء والفتيات. قررت أني نعدل معرض، والمعرض اللي نعدل وخرصت قصة مؤثرة والله رسالة للمجتمع، وبلت عدلت المعرض عن كفاح والله المعاناة الفتيات اللي يعانون من الاغتصاب. المعرض الذي ينظم لأول مرة في نواكشوط استقطب جمهورا عريضا من الحقوقيين والمهتمين بالفن التشكيلي، ودعا بعض الحضور السلطات الموريتانية إلى تشجيع الفتيات ودعم مواهبهن لإيصال مشاكل النساء للمجتمع بطريقة هادفة. بدأ هون يخلق تخلق قفزة نوعية، وبدأ المبدعات ما شاء الله يقبلنا على هذا الفن الرائع اللي هو الفن التشكيلي، ونظمنا معارضنا الخاصة على حسابهن الشخصي وتحدى العوائق، ولكن هذا ما يخلي المجتمع على انه ما يدعم المواهب ويعطي الدول ما يتعرف شد المواهب تم ترعى المعارض هم. رغم غياب معاهد للفن التشكيلي في موريتانيا، اقتحمت بعض الفتيات هذا الفن وسطرن قصصا مؤثرة في لوحات تتحدث عن هموم المرأة ومشاكلها في المجتمع.